ماشي. السلام عليكم. السلام. مرحبا. صح لك بس الحمد لله. بلا عندي موعد مع الدكتور تعرف سنة تعبتني بس شو. طيب. زحمة داخل. السلام عليكم ورحمة الله. نتكلم اليوم على أزمة انقطاع الكهرباء. هذه الأزمة تحديداً في الأماكن العامة انقطاع الكهرباء والنور، وخاصة في المستشفيات، في المصحات العامة منها والخاصة، شن تشكل من خطورة؟ هل بفينا والكثير ما يعلموش وما يستشعروش بمعنى الخطر العظيم من وراء هذه الأزمة تحديداً؟ اليوم أنا حنحدد كلامي حيكون للمسؤول. حبيب المسؤول ركز معايا كويس، احنا في مصحة من المصحات، كانت هذه المصحة عامة أو خاصة تعتمد على التالي: راعى الدكتور والمسؤول على هذه المؤسسة جميع الظروف والضوابط، كانت تقنية، فنية، احترافية، مهنية وغير ذلك. يعتمد هذا الدكتور ويعتمد هذا المسؤول في عيادته في مصحته على الكهرباء من الشركة العامة للكهرباء، يدفع الرسوم، تأتيه الكهرباء لعنده المفروض، لكن تنقطع الكهرباء يعتمد على شنو؟ على المولد. كذلك المولد ما فيش نافطة، فشن بيصير؟ في مريض على فراش المرض، في أيضا طفل في الحضانة، في امرأة في العملية، كل هذه الدائرة وهذه المنظومة تتعرض للخطر العظيم جدا جدا، وهو خطر الموت أحيانا إن لم تكن هناك حلول أخرى. فركز معي يا مسؤول، يا من وضعت نفسك في المسؤولية تحديدا، ركز معي كويس. نبيك صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت حطيت نفسك في موطن الرعاية والمسؤولية، فحستسأل يوم القيامة على شني؟ على هذه الرعية. هل أديت الوظيفة على أكمل وجه أو لا؟ أنت المسؤول بدورك توصل الكهرباء لمكانها، موصلش النور، موصلش الكهرباء، حيترتب على ذلك مشاكل عظيمة جدا وأحيانا تصل حتى للموت. فالله الله أيها المسؤول في أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار والمسؤولية الحقيقية، وتذكر قول نبيك: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.